اعطيني انا تليفوني له نعود نعرفه. بسم الله كان الانطلاق اعطيني انا تليفوني له نعود كاني من متابعينكم. المتابعين والمنصات يقول المتابعين والتلفزيون يقول المتابعين. حقا لا كلهم بمصطلح وحده. ايه ايه والإذاعة يقول المستمعين. والجرائد يقول القراء. سلام. تاني كتر شو استاذ اسمع الفيلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم، ايش حالكم؟ ياك لباس الرسول. انا بعده هو طلع لي اعطونا اخبار الصوت كانوا جيد والله كانوا جيد بالفعل. صوت واضح ان شاء الله. الصوت قال لك عن الصوت عن واضح. انا بعد هو أنا صوتك انت ما صوتك انت ما هو صوت عن واضح. ايه ايوه لباس صوت انا بعد صوتك انت ما صوتك انت ما هو. ايوه بسم الله. قلت لين سؤالك عن اخبار النيجر شو كيف ما تعرف. لين عبد الحوار نهائي البث المباشر عن الانقلاب العسكري اللي وقع في دولة النيجر. ايه هو اللي بعد قال بتقول كلمة الله لكم على السلام وبعد يعاون الشيء. درا كان كانت امور سياسية معينة مثل تقرير الانقلاب العسكري. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مسلم عليكم حتى المباشر بالحسانية ومشرف بدعوتكم هذه. معتذر ملي لعله نعود تأخرت شوية عن الوقت. هذو الناس دولة تعرف في قلب الصحراء الكبرى ومزربين بها من دول ولا عندها ما عندها علاقة بالبحر وكل دولة مقرة فيها عن يجيها من عندها الشيء. بناه اللي جاي رئيسها يتوسط وكأنه جاي من عند سدياو ومشيته ومقيل في نيجيريا يامس ومسد بشهرهم هما ما فاتقع. عرفنا اللي اشترك معاهم شنو اللي هو باتريس تالون ذاك ذاك جايته قصب جايتهم قصبة من عنده يعني حكم المحروقات اللي في النيجر جاية من الشرب اللي عنده ميناء كوتونو تابع له ولو شي قاع ماهم الزادف مع نيجيريا غير بعد الحمد لله غير مصطحبين منين جاء هذا الراجل التالي منتخب وكذلك الجزائر ونيجيريا ومالي وبوركينا فاسو ونيجيريا قاع من راسها عندهم اللي حدود مع تشاد وليبيا. مهم علينا الدولة ما عندها حبيسة الجغرافيا وفيها 17 مليون من الأرواقيش وفيهم اللي تبارك الله ياسر من التراب مليون زايد 200 ألف وهي أكبر من موريتان. ترابها حامية حتى ولا هي مسكونة لا كيف تنحنا الناس اللي ذيك الدقودير اللي فيها العاصمة وتو كثرية الناس اللي لهيه على ضفاف نهر النيجر والصحاري الصال كبيرة وحدودها مع مع المالي ومع ليبيا ومع الجزائر قليل فيهم الناس فيها لا أساسا لا فلان والعرب والتوارك بينما القوميات الأخرى اللي ساكنة فيهم كيف تيوروبا وكيف تهوسا وش من فلان لوش يتمدن لو كلا في المدن وصنادرتهم موثقة وتكوينهم عالي وصبارة يا غير طموحين ولهم شيء عادوا يمارسوا السياسة. طعد فيهم رئيس ينقالوا مامادو تانديا ساندري مولي ومنتخب زاد هو وفي عنده أصول موريتانية وقط اللام واللي قاع خلعنا خلق فيهم انقلاب ما هو أبيض على إبراهيم باري ماينا سارة وهذا الانقلاب اللي خلق عنده عدة أسباب
من جملة بعد قاع على نص نادرة جابرين الروق لهم شيء لم يذاك ينطاح عليهم و... ومعنهم بعد بزهم هذا طرى لهم ياسر من القوة وجاب لهم ياسر من الوروار التالي جاب لهم 200 بيستولي وشي من الراجمات والقاذفات من مصر وعربات مصفحة وتعرف سنادر ابنين يعودوا يجبروا العربات المصفحة قاع في الحقيقة يخسروا على رؤوسهم به اللي يعود واحد منهم القدير يخلي فريق ما جات فيه عمارة ويغير بعد على كل حال مولي الحرب اللي خوضوا هما ضد جماعات المسلحة ما هي كلاسيكية فيها أساسا يشتغل فيها العمل الاستخباراتي والسياسة سياسة وشد الأخبار وبزوم حاذك راجل من الأقلية العربية من قبيلين قال له محترمين قال له أولاد سليمان أصلا كانت تداق مع الطليان وقضت على الهي هي وكانت تداق مع الطليان في حومات سرت وقضت الهي قريب منه من قرن زايد يا غير ما حضرت في موريتانيا ولا في الجزائر ما هم أولاد سليمان ذوك اللي في مالي ويا غير الله ذوك قاع من البرابيش من بني حسان يا غير هم ذوك ما هم من بني حسان ولا بعد حالتهم لا حالة البيضان نفس اللباس ونفس العادات والتقاليد وفيهم السحوة وفيهم الشهامة وفيهم اللي عند الناس هم وفيهم موليت معليم العهد وفيهم كرام الضيف طريت رقاج بائر وقي جاي مشور المهم على انه بازوم ذاك بازوم من الأقلية العربية وحكما عفسوا يوسفوا على الحزب والحزب الحاكم وعفسوا مولي على الرئاسة ومن نفسه طموح وقط نحبس وقط عاد قائد النقابة نقابة العمال كاملة وكان على نقابة الأساتذة هو أصلا قاري الفلسفة وكان يقريها وزاد قرايته في دكار وبعيد من الف السيد لك سمعته وخلاقه في البادية وكونكور معدله في دشرة 6 كيلوات من قريته الجيش قد يعود ما يبغي عربي يعود فهم ولا حراي عربي منتخب ما عند حد لوش ما هم طيحهم ولا هو معد الانقلاب ولاش وبالتالي أنا ماني مابي عن تعود فهم محمية عليه هو بما أنه عربي ماني مابي عنها وهي قاعد قايلة الحالة بيلي منين تلاقي ترشح قالوا له باط ذيك الساعة ما بخلوا وتكلموا مع المجلس الدستوري وجاءوا بروات من هكم من هكم وارتاق حتى ينطعن في كل شيء كيف طارت قطعوا عدلة الألسان والترى في كوت ديفوار وهي كانت سبب الحرب الأهلية ينقال عنه الوصول فيه من مالي هو بعد على كل حال خلاقه في النيجر وهلو والده خلاقه فيها جده قد عد ما هو خلاقه فيها يا غير بعد النيجر قاعد الزر منها بعد اللي هو فيه قاعد ما هو مضايق حد بيلي ما في حد لا شيء من قبائل عائلات عربية ساكنة في الصحراء كافية لها جبرة قطرة من الماء ومرتع لزوايل عنده هاك سمعت وتو المهم على انه بعد هو اقتحم من ذيك الدشرة وجاها وما اللي ما هو جاحد أصوله في الحقيقة منين جاء عيط الألمان ورحب بالفرنسيين واشتفى حتى في الماليين وبوركينا فاسو عاد قاع هو تقريبا الحليف الفرنسي الجديد وامريكا مولي عطاه قيادة انهارات وجاه بلينكن وكان راجل ديمقراطي ومقبول حتى وانيق ومفوه وعنده كاريزما وهذا كامل لا يقدر يعود من الامور اللي هي من الامور اللي ما مرقينه اهل التراب الاصيليين في شيء بينهم مزدوجتين بين اللي هو الوطن عقد المواطنه كل حد قد يحضر فيه المهم الا على انك تعود التراب الساكن فيه عاطيها وهي عاطيتك وتو ثم عامل اخر عامل عنه هو الراجل اللي داره فهم محمد يوسف وهذا اللي مضى 10 سنوات رئيس هو اللي دار الصنادره فهم كاملين وكاتلهم على ظهاره ولهم متقشم هو من نفسه مهندس فيهم راجل قالوا جنرال عمر الشياني هذا داره هو يوسف والاخر ما كحزو غير كان ليه كحزو داره على الحرس الرئاسي والحرس الرئاسي كتيبة مسمى في كل بلد به اللي الى انفقعت انفقعش وقتها راضي اللي ما تقد تنزل عليك ذنبان اسمعك به اللي تعرف مدى عند كوتك
رافد رافد الوروار منين يعود الشيوخ مفقعين عليك معنا أنك لا حجابك ما هو معلوم ولا حرية في هذه الديمقراطيات اللي ما هي مستقرة. أسمعتوا هاي الجمهوريات شفت نحن في أفريقيا منين مشى عن المستعمر، عدنا فينا نخبة عسكرية منضبطة وتمضي 30 سنة لابسة نفس اللبسة وتستقبل نفس الأوامر وجابرة نفس العيشة، بينما السياسيين والمدنيين فينا عياوي يستبدوا ويحكوا نحاس الصنادرة حتى. ضيف إلى ذلك مولي عن الصنادرة من رؤوسهم عنهم عادوا عندهم رواية إلى حين يلوحوا العين على أن واحدين منهم عنهم مارسوا السياسة، هم الدولة الوطنية في أفريقيا مارسوا فيها الصنادرة السياسة، مارسوا الضباط الأحرار في الجزائر ومارسوها الضباط الجيش 18 سنة عقب الاستقلال في موريتان، ومارسوها في السودان. راك سمعت ما خالق دولة أفريقيا ذلك من الساعة اللي بدأت الدولة الوطنية خلقوا فيها 200 انقلاب. راك سمعت ونيجيريا ما يظلم النيجر ما يظلم منهم، حتى قاع نيجيريا ما يظلم منهم، ولا ظلم منهم مالي ولا ظلم منها كوت ديفوار. خارج من الصنادرة عيات تجيبوا الايديولوجيا كي توماس سانكارا وجمال عبد الناصر، خارج من الصنادرة ملي وطبعا عمر البشير اللي من الاخوان المسلمين، خارج من الصنادرة صار عيات تجيبوا الوطنيه ويجيبوا ملي تجيبوا مسوغات مقبوله غير غالبا اللي يجي يوقف عليه الكذب. والانقلابات اللي في السبعينات ما هم الانقلابات اللي ضركت ياها الصندر يعني عاد الانقلاب، يا الله يقول على انه لا يحترم حقوق الانسان، ويا الله يقول على انه ما هو حابس حد به اللي اذا مات لزمن الدكتاتوريه ولا تلزم الاستبداد ولا ترجع مقبوله هي الاتفاقيات الدوليه عابره للحدود ملزمه. اذا فهم سبب عزلته مد عازل راجلته، ما نقدر نقول لك عنصريه غير بعد تمقريش وتشكريفة عند العربي. فهم مولي الأسباب على أن فهم عدوى جاية من باماكو اللي هو مالو ياسر كان متفاقع مع صنادرة في مالي وصنادرة في بوركينا فاسو، وخارجين صنادرة ضباط له مشاو لهيه واحد منهم قاع نقزوا يا غير خارجين واحدين كثروا حتى من الجبارات مع قوم مالي، وظاهر اللي علم فهم عدوى. والسبب الثالث على أن فرنسا تعرف مستعمر قديم، والمستعمر القديم منين يجيب صيغه جديده ويكثر في العين ويعود مولي مزاه قليل لا من اللي ينفر منه الناس اللي جاهم. مالي جاتها قعدت فيها تسعمه ولا سكتت الحس، وبالتالي قاموا الضباط واعتبروا على فرنسا عنها يلا تتمشي عنه. ما جاو قايلينها قرتم ولا يسقطوا هذيك يسقطوا لهم هذيك الصوعه لين كملوهم. من نيجر فرنسا الطاقه النوويه اللي عندها جايه من نيجر، غير مولي الناس كامله في العالم والمراقبين ومراكز الدراسات متوافقه عن اليورانيوم النيجيري لانه عنه مردوده عادي. هو كانت يلا شركه اريفال الفرنسيه كانت يلا تعود عندها شيء يقولوا له في المصطلح الحديث الامباكت الميديا امباكت سلانفيرونمون، تعود فهم مردوديه يعودوا القرى اللي حدا ارليت يعودوا استغنى ويعودوا ياسر من الشركات. تروقيا كانها تشري المهابه مع عند جيرانها، وهي قاعده يلا تشري المهابه مع عند دوله باكملها، والدوله رايحه والرئيس من نفسه بازوم هذا سابق يطيح والله يطيح والله يحبس والله تعدل الروايه قاعده اللي ما فات تفشكات لما دار حجر الاساس ياسر من قدرهات ياسر من الروايات اللي اساسا بنيه تحتيه ولا هو باخل ما هو باخل في اخبار التنميه. وفرنسا منين مشات عمالي جاته هو ومنين مولي جاته عاد تعتمد عليه حوت التحت وذاك اللي بينها معاه من الشيء الفوق قليل ما هو شيء يراعى فيه ولا هو شيء مقنع من قد بعد افور ومن قد نتيجته على التراب. واصلا الفرنسيين بهم شفتهم الفرنسيين ذاك فرنسا ماتت كيف كانت فرنسا كانت فيها رجال قاطعين كيف دوني منهم تالي منهم جاك شراك منين يلتزم بالرواية يعدلها حالا ويبني الجسور ويبني ويعدل تالي ذاك حاكمها فقيريش رجلي من اهل مفتش حسابات اصلا
وذكي هي ذكي ونجيب ولا واغلبيته ما هي مريحه وعاد ملي درس في المراح وبالتالي وسابقه ساركوزي. ساركوزي ما هو كبر من قدو وعدائي والصدامي ووصلنا الجماعه دخلها بوزاره الداخليه بدايه. وبالتالي فرنسا ماتت كيف كانت ارواقيش قالوا لي ارواقيش ثقات اصحاب كان واحد بات صاحبي كان عنده ما كبر مني غير كان صديقه مدير ديوان ساركوزي قالوا عنه سجل لويس شير في الجامعه وقالوا عنه ما يقدر يعدلها وهذا دليل على ان فرنسا ماتت كيف كان. هدا لي الصقع عن قضيه اللي الرفض من الروايه تعود فيها رفض جماهيري بقات صار روسيا. روسيا انا ماني ناكر عنها فهم هي اللي تعرف الضباط بينهم متمحرمه مع الكليات العسكريه في العالم ويمشوا في دورات تدريبيه حق عنهم معسوس عليهم يا غير مولي خالك شي من اللقاءات وخالك شي من التاثر العالم مات لحد قد يقفل على صنادرته يهم اللي ما خالك صندري ما عنده فيسبوك وعنده واتساب وعنده تلفزه في داره هاك سمعته وعنده ويقرا ويكتب عاد 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 الصنادره يجابروا مع الرواس ماني ناكره الروس مقبول افريقيا به اللي ما عنده ماضي امبريالي ما عنده ماضي امبريالي وهذه اللي الجماعه اللي تمشي اللي كانها مقاوله من الباطن قالها فاغنر ما هم ادنياء من قد الشقله سله الرهبي اللي سوريا هم كرد 80% منه ومالي لامتك هي ومالي لامتك بدين معها عاد يجبروا لي راس سيماه وعاد عندهم درون وعاد عندهم طيران مقاتل وعاد فهم ياسر من شيء هي هم اللي وجلاو ياسر من الجعرة عن صنادرة مالي من قد التكوين بعد هو المعلن ويقول عن مكونين وذا وكان فهم قدر من نفسه عاد مدرك هاك سمعت وهذا ما يقدر اللي ينجاب النيجر وتقول تعود قاعد لا حاك لهم مقراد وتقول تعود الدوره هاك سمعت الدول الثلاثة في الحقيقة هم اللي فيهم هذا الروق اللي هو بين جماعة التوارق اللي فيها منطقة فيها تنظيم النصرة ويقودوا إياد وفيهم اللي جماعات MNLA العلمانية وفيها جماعات خرقع بين ذاك وذاك وينقالهم لا بلاتفورم هذه الأركات إياها ما جبروا العافية ولا جبروا اللي كانوا يدوروا الروس هم اللي فيها رواية الروس عندها القمح وعندها بطن وقد زاد لا تكون وحق عنهم اللي عنده اللي عند فرنسا مقد شوكولا ومقد اللويات والروايات اللي جينا نحن الروسيه ما نعرفوه ولا قط جانا منهم تيفه حق عن وازن عليهم ولا يعودوا مكبر دوله في العالم من ناحيه المساحه ولا قط استعمروا حد قط راقوا شوي في اسمها في افغانستان غير تندموا عليه ومجيهم قاع الهيه لا مجيوبين لا مجرورين للضيقه بيشتي الحرب البارده مولي ذاك مرادهم هم شيشان كانت منهم ذاك الطايرين في طشه من التراب لهم ما هم بعد مستعمرين حد قضيه الضباط اللي ظهروا في التلفزه ما هم الشيوخ فيهم راجلين من البيضان عرب ذاك اللي قد يعود مقصود يعني قاعد فيهم واحد من البومبي هذا الحال المدني ايش قال الحمايه المدني وفيهم ادجوان فيهم نائب قائد دركان وفيهم نائب بوليس ليش من النواب من دراسة كان ديك الجماعه اللي خالط التلفزه البارح كان مقدمه وقاعدين وراها جنرالات اللي هي عقبوا اليوم والليله والصبح والليل تقدا يعدلوا مجلس اعلى ويضموا له ذوك الضباط السامين اللي من الصف الثاني وعلى كل حال هو الانقلاب كان ينقال عنه عدو الحرس الرئاسي، الحرس الرئاسي ما ظهر في التلفزة ظهر البيان تلاه واحد من القوات الجوية لبسته خضراء والقوات الجوية قاع ما هي أكثر اللي فهم أساسا لا كتائب وتو غير والطيران مولي المقاتل طاري لهم ما كان عندهم فيهم ضباط وفيهم بيلوتات موثقة غير ما عندهم قاع شي حركوا هاك سمعت الأكثر فيهم واحد منهم اللي موفي كاريره في الإدارة وتوبي اللي مد ما تصنع رواية ما دقدت تو تسكها ولا دقدت تشريها لا تسلم فيها الأمر المولان من دراسة كان مهم الجنرالات لا هي عقبوا يتوافقوا لو واحد منهم رترت
يقود الفترة الانتقالية وظل يقبل واحد منهم مازال يشتغل ويقود الفترة الانتقالية، فهم بروموسيون فهم دفعة منهم. هو ذاك صاحب الحرس الرئاسي اللي كان منجز ولا تعلم هو السيد في المرات، طيب هم ما قالوا لهم كانوا مرسين. ها هو والتمراس خالق، التمراس خالق يا غير ما فات وضاح بعد الدخول عليكم نار. هم شفت لأن القوات المسلحة قالت أعلنها معاهم وظاهر بين السطور عنها مقهورة على ذاك به اللي شتي القوات المسلحة. أنت من تعود على القوات المسلحة لا أحد أنهم ودع لك ومحلف على أنك ما تخبط عمارة ولين تنقال لك. هو قال له عن القائد على القوات المسلحة عنه محبوس وعنه عمره في خطر، وبالتالي لا يعود ارتكب خف الضررين. هاك سمعته وقال لهم راني معاكم إياك تسلكوا لي عمر قائدي، وهذه مسؤوليته هو على أن يعود الانقلاب أبيض ما يسيل الدم بلي هو في النهاية خارج شي من مسؤوليات سامية، كيف تقايد الأركان وكيف المدعي العام وكيف رئيس الجمهورية وكيف وزير الداخلية، خارج شي من مسؤوليات اللي يقولوا لك البيضان عن الموف الديق الرجيل ما تقدر تفهمهم ولا تعود تمارس. وهو اللي عدل اليوم فيه واضح فيه عن كان خالق شيء طيب وعن خالق شيء مازال ما فات طيب. ذاك البيان هو اهم حدث اليوم. وشفت مولي الوساطه الافريقيه ما تعرفت عقوبتها شنهي، وظهر لي مولانا اعلن لا يتعقب تخلق فتره انتقاليه. ليش ما عجبت امس من نيجيريا؟ اللي راح ما فيها بعض الرئيس. والله ذاك قائد الاركان وقائد الاستخبارات العسكريه، وذوك شفت المستخبارات ضباط الاستخبارات ما ياسر اخبار ما يبقوا الصور ولا يبقوا الكلام، لكن لا يعدلوه الا تحت. خلط عليهم الرئيس بنيه وظهر لي مولانا عنهم نصقوا وعاد لا متفق معهم. بهلي نيجيريا هي اهم دوله في سيدياو حق عنها ما تعمل سيفا. تولي رئاستها وعندها مقر سيدياو في ابوجا، ودمولي الرئيس جديد. هي دوله مطرقه وياسر ولا هي قابله خلق فيها انقلابات به اللي جابره اصلا هي من فلسفه تملت منهم. هاك سمعت. وبالتالي ظهر لي مولانا على لا يدخل فتره انتقاليه وتوف. قلت له ما هي طويله ياك ما يطول ويقال العقوبات لابد منهم. هو هذاك الوضع في الداخل على ارض الواقع انقلاب عسكري ناجح كتائب من الرئاسه اعتقلت الرئيس وتتفاوض معه والله حابس والله متواري معه ما غاد قالوا والجيش قبل وفد أهم هو اللي صار ردود فعل دولية وإقليمية رافضة تماما، خصوصا من أهم دولتين في المنطقة اللي هي نيجيريا والجزائر. وشفت أمس بين وزارة الخارجية الجزائر الشديد اللجم هذا ما زال فيه فقط وصفته بالاعتداء غير الشرعي. ونيجيريا مولي كيما قلنا اللي متواجد رئاسة المجموعة الاقتصادية الأفريقية زادت من القضية ما جاي يقرب راسه. ظهرت معنا ما أمشوا برادة فيرنت ليتو. هو شت الجزائر والجزائر ونيجيريا وجنوب افريقيا ها منين ينقلعوا من الاتحاد الافريقي ما يبقاش بهم اللي هم المصيرين عليه وهم اللي واقف عليهم عاقب ليبيا. طبعا مصر مهمه يا غير زاد هي قط فركصت فيه وخلط منين طيحوا السيسي ذاك انقلاب طيحوا لا الانقلاب اللي يعدل على محمد مرسي. قال الاتحاد الافريقي يصوع دوله كامله يعلق عضويته عدلها للسودان هذا يعلق عضويتها لين تفوت يغير يمشي لها مبعوث وتم لا بينه معها شد اخبار. يا غير نيجر في نقر سيدياو وسيدياو غير 15 دوله فيها اربعه معادلين في انقلابات عسكريه ومطروده ومغضوب عليها، وفيها 11 كانهم فيها رؤساء منتخبين ديمقراطيا، وهي من المنظمات شوف الاقليميه اللي مدلله عند الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي ومشتمره ما هي فاصله في حد من قد الفضل، وعندها مولي نتيجه على الشعوب من قد التبادلات البينيه والعمله الموحده اللي يستعملوها 11 دوله منهم، وعندها قد سكتت المدافع مولي في سيراليون وليبيريا وكانت لا يدخلك حرب اهليه في غينيا بيساو ولا خلاتها، وحكما اللي اتفقت مع مرحله ما بعد بليس كومباوري في بوركينا فاسو اتفاق مطابق وضركات ياها لا تجي للنيجر. ومنين يتم الحال وقع لا يتعقب تغير تكتيكهم على الانقلابات لا تعود ما هي لا تستكفى حدا بالعقوبات بهي اللي عندها قوه
من 20 هي عنده قوة عسكرية من 20,000 رجل، مع أن بعد قاع تجربة تقول عن جندي حيث هو منين يأخذ حدوده عن يعود عطاء وضعيف هي ذاك ويعود مولي خسائر كبيرة باللي تعرف له يعود الانقلابيين بموقف المعتدى عليه وبالتالي يقلقوا على الناس ويعودوا متموم في مطيوح هي يعود مطيوح عليهم في ترابهم وسوق عنها امبريالية جديدة إلى آخره. خلقت في عدة بلدان من أفريقيا قاع خلقت في الصومال وخلقت حتى قاع خلقت في مالي به اللي المينيسما فيها قوات سنغالية وقوات إيفوارية. أنا ملاحظ رواية في حدة الخطابات من خلال البيانات الرفض اللي خاض مثلا نحن هون قاع على قضية اللي قلتوا هذا التغيير غير الشرعي لأنه ما هو شديد لنجاحات رافض من حيث البلد. نحن محاذيين للبلد، ونحن هم الدولة العربية الوحيدة في دول الساحل، والناس شاركنا معهم ياسم الاتفاقية، وعندنا سفارة فهم، وعندنا مواطنين فهم، مستثمرين فهم، وبالتالي خلق ياسر من وصنادرتنا متعارفين مع صنادرتهم، وعندنا مولي كنا أمل علينا نردوا مالي للساحل. تمينا لين جات المشكلة. على كل حال البيان أنا قريته، بيان وزارة الخارجية، فيه نوع من التضامن. إحنا هما نعاملهم لا بندية، قال ما علينا نشتفاو فيهم ولا علينا نهدوهم ولا نقول لهم مش خاص. فهمش من الكلام يقدروا يقولوه الدول اللي كيت الجزائر ونيجيريا اللي ما هم بنفس العلاقة مع بعد. الجزائر بشيفرتهم وكانت لا يتوخل قدرهم فات قاع الحق مرحلة والتقدمة بينهم هم واخذون ترابهم هم واستفادين هم منه غير وعد نيجيريا. كيف هذا اللي يتوخى مننا احنا من تندوف وعد زويرة وكانت ومتكابدة تعدل فيهم بنك كيف البنك اللي يتعدلهم، وبالتالي هي تعتبر من الطوق الجزائري والجزائر مهمة عندها النيجر. يا غير الجزائر ما مقرر فيها حد شيء، ما تسأل هوقية وعندهم اللي نوع من الوصاية على الاتحاد الأفريقي به اللي دولة كبيرة فيه وتقدر تقول ذاك اللي تبقي تقول أسمعك. بينما نحن على كل حال النيجر ما أنا خايفين منها، غير ما اللي عندنا معها مصالح مشتركة وإجارك نحن معها من الجزائريين بدرجة بعد هذه قضية هذه الارتباط اللي في دول الساحل وعودنا نحركه في نفس الفضاء، وكنا عندنا هذه قوة الساحل اللي حكمنا متميم سحالتها وفيها ثلاث قيادات، واحدة منهم في النيجر واحدة إله بين نحن ومالي واحدة بينهم هم وتشاد. وعلى كل حال املنا اعلن وعندنا مشروع كبير ينقال له سكه الحديديه اللي ماشيه بين من ميناء نواكشوط وعد عاصمه تشاد واخر على النيجر. مشروع فيه ياسر من الفضاء وذا كامل اللي لا بد ان نتكايس معه. وفي الحقيقه هم قاعد صنادره مالي صنادره النيجر قالوا ويلهم عنهم ما يدور حد يدخله طلبوه قالوا عن الناس تبرد عليهم. أسمعت لكن لما معناهم واللي أنا عن ولا حاسين على إنهم أطراف مؤثرة وعنها لا تنترش لهم ويختاروا بعد قاع هي وقفلوا قاع الطيار وقالوا عن لا يجي محد اليوم مقفول وجاتهم طائرة فرنسية ونفقعوا خلاوها تنزل بيلي فرنسا عندها في مصنادرة وهي مولي كبر ممولين لأسكنا وعضو فيها، وبالتالي أسكنا هي اللي على سلامة الملاحة الجوية. يا غير بعد ما خلاها صدقات الشري صبح اليوم قالوا بيان عن فرنسا أنا ما تسمع فهمت الناس على قاعد لدق والله بداية قبيل مسافة من فرنسا لها الصنادرة. يا غير أنا ما فتعت قد نحكم على ذا بي اللي ما عندي من العناصر الكافية للحكم. هاك سمعت يعني ما عندي من العناصر الكافية للحكم على الجاذبية الفرنسية تفشكات ما فت شفت ذاك. طبعا لكم على التداعيات الروايه هي خلفيه هي تواسير اللي طالبكم عن ياك ما لا يتحرك عدوها في المنطقه هي دائما الاسباب نفسها. هي كلما جاءت امه لعنت اختها. اول شفتهم الصنادره دائما
دائما يعود لا كيف قضية للشيخ يعود شيخ متعدل وعالم وزاهد يقرأ تلاميذه وكبره عن قدو يديروه مقام هو ما وديروا فيه راس وربما قاعد مولانا ما وديروا فيه حتى زاد هما بيهم تعرف ذيك الزنفة وذيك ذيك انتظام الحركات والتبونجير والوطنية دائما يهبوا الناس ويعودوا بقرعتهم في المدنيين ويعودوا المدنيين قاعد يحجلوا لهم وبروسهم شما هو الحق فهمت ويطولوا القاعدة ويوقف عليهم الكذب بهم اللي هم ما هم شفت الصندري مخلق إياك يقتل والله ينقتل فهمت هو تكوينه مثلا لا يقول لك حد شوخر يقتل والله ينقتل غير يقتل والله ينقتل في ميدان الشرع يعني مدافع عن قضية مقيولة له مرسوم له من تخرجه إلين يعود الصلاة يعين على بور ويعدل ويتعلق ويعود يسير الصيد ووزارة الداخلية والأحزاب السياسية والأعراس والأسامي ذاك مات له هو مهمته الأصلية هم من أنفسهم معديين بهم اللي كانوا ما هم معديين ما يخلق في زرهم وبركنا فاسوق كردها ليتنا كورونا العقب كردها كابيتان ولا وين هو صندر يقوى من واحد يتقوبن عليه مالي راه هو جاه قويتا واحد وقويتا اثنين قويتا عدل انقلاب على براين بابا كاركيتا وعدل انقلاب على بانداو اللي هو الشيباني اللي جابهم و هو اسمه صاحب تشاد عدل انقلاب على راسه به اللي بوه مات لسالم وقعد في بلو ما يستحقها ما هو رئيس الجمعية الوطنية ولو هو بعض شفت تماشو إلا أنه تو عنده كتيبة الحرس الرئاسي اللي قلنا قبيل أخبارها هاك سمعت و انتو لا يعدوا منه احنا الحمد لله ما نفزرهم ان شاء الله يبعد عنا ذاك كامل وفطن ولانا زاقرين بعد من الانقلابات وفات خلقوا فينا منهم يا ياسر في شي نجح وشي ما نجح وفي شي قال وشي ما قال يا غير ملي هو تعرف الانقلابات هذو العسكريه حسب بعد اللي في الثاني شفت منهم يسبوا لا الاحتقان السياسي والداخلي والله الفساد الاداري والمالي والله مؤشرات الاستبداد ومؤشرات الاستبداد تبدا بعد قاعد بكبت الحريات العامه وحبيس الناس على رجاينها ذاك محيلي والفساد الإداري والمالي يخلق يعود يخلق تطراق بلا موجب وتخلق دفرة بلا موجب والله مولي قلت سوء الحكام عندك يعني تعود تقعد 4 أيام وخمسة وعشرة انت ما زيتش ما شقلت الناس ولا عدلت قدرهم هاي مداقية في الانتخابات ذاك لا من فساد مداقية في الانتخابات لقاع محيلية محيلية به اللي زرق دائما يعودوا فهم تراكمات خارجش من الناس في هذه الدول الافريقيه مقطع عاد من الموالات به اللي ما جاد عليه الزرقاء ما جاد عليه قاع خارج عمليه ديمقراطيه حقيقيه وهذاك اللي عندهم فيه شيء وعقب ذاك مولي فهم لوح العين صندري لوح العين على الصندري يعني انت تشوف محاضر مثلا بعض الانقلابات تشوف على انك الصندري يوقف لك ضابط يقول لك انا دخلت لك الساعه الصندري ياك نعدل الانقلاب وهذا بحد ذاته يخلع على مستقبل الأمة اللي قد يفك منها لأن الجيش يكازى ذبلو تنعطاله ظروف الشقلة ويخليه يشتغل وكل حد يعدل خدمته ونين رتلتي تماشي ويكبر مولي ويعود موليه للسياسة ما يخليه يفسده بهم اللي منين يفسده لا هو الجيش في النهاية كل ضابط بخوته وبخواته وبخالاته وبهلو وبالتالي هو براسه قاعد يتضرر ويركب تاكسي ويشري اللحم وعنده اولاده عاطلين عن العمل والله يشتغلوا فهمت معناه عن الجندي يلا يبعد من الحاجه اسمه ما يعني للضابط جندي من راسه يلا يبعد من الحاجه وتداوم ابوه واولاده وينزاد له خلاص ويكبر ويقرم ويفهم هم اللي اعلنوا السلاح عنه نعطاله ثقه فيه ما هو ياك يستغل هذا خارج الجيش الامريكي جندي الامريكي يعود بداره مازال جندي وعنده ضمان صحي وعنده خلاص كبير وعنده علاوات وهو من نفسه ما هو كسحان بلي مكون ومدقوق وقوي البنيتي ولا خالك شي ما يعرفه يا غير جنود في افريقيا خاصم ياسر من الرعايه ويبعدهم من الحاجه شو سنه قال هذه ما قد خلق فيها انقلاب عسكري مشي بعد عالمين به وما كسال هو الرئيس الرابع وهي احذان احنا قد خلقوا فينا 7 انقلابات والله 8
أيوة. تسعة. إيه لا ذاك يومهم في مشي نجح وشي ما نجح وفي مشي كان دموي وفي مشي كان أبيض إلى آخره إلى آخره لا ردهم الله. والله وفي شي قرمش وفي شي انكردوه له سابقا. المهم عن سنة قال هذه منين رتلت من الجنرال تنطالوا كاتصام مليون سيف عد بها بعد اللي 200 مليون من اللقية حرث بها والله يبني بها عدل بها مشروع استثماري به اللي غالبا مولي لين ينقز يعود عنده خبرة عنده خبرة قد يعيش بها اللي طبيب والله مهندس والله 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 وقالين ضباطهم الساميين لمرترتين قالين في الأمم المتحدة وقالين في المنتظم الدولي فهمت بهم اللي ما هم ما شار مع عينهم السياسة غير مولي الدولة السنغالية طارحة الأخلاق عند السنادرة طارحتها عندهم في التكوين وطارحتها عندهم في الاكتتاب وطارحتها عندهم في الإخلاص جون ديفماتيا عنده كان عنده ديميل سينك ولا ديميل سيس كان عنده يم ميتل هوبية 167 ميل فران ومدقوق ويرتفد ومهاب فهمت؟ إيه وعلى كل حال إحنا ما نقع ماني سامي بلدنا به اللي فهم أنا واضح اللي عن الجيش عن مكابد معاه لوشي سابق قاعد القزواني وقاعد القزواني كان شيف ديتا ماجور وعن ما بخوله في سواء في البنية التحتية ولا في التكوين ولا في التسليح الحمد لله هم اللي ما قد خاض حرب اللي إحنا عندنا سياسة عندنا دبلوماسية تنموية بالأساس ولان ما نلودوا للضيقة ولان نلودوا للشنان ولا وعنده هو أدوار قاع وعنده أطباب عاد وعنده يا غير باطل لا التهلية في الجيش ما هي سفه والتهلية اللي في السياسة وفي ممارسة الحكامة فيها نوع متوه من تعدال كل حد يعدل اللي عليه هو الجيش يعدل اللي عليه هو بوليس تعدل اللي عليه أهل السياسة وأهل الإدارة يالتهم يعدلوا اللي عليهم يعودوا القضاة ما يسجل عليهم الظلم والمعلمين هم اللي طارحين الأخلاق عند اللي مقيول لهم عنهم يقروا والأساتذة نفس الشيء وأهل الصحة نفس الشيء والقرار السياسي والإرادة السياسية هم اللي تعود متكابدة مع حالة توفر بها لكل حد حالة يعدل بها شغل ياك تعود ما فهم حد مظهر الله على الآخر ولا فهم حد هم اللي شاكي الآخر من الآخر فهمت حق الله نيجر الصار في الحقيقة نيجر بازوم هذا لا مرصف عليه بلي ما كان باخل عنده شرعية متينة من أكثر الرؤساء يسمها نيجر تاريخها كامل شرعية أك سمعت وزاري مزروق عليه بزرق مسقم وذا يقارب ملي لا حول ولا قوة إلا بالله لا يمنع حذر من قدر الذي وقع في النيجر رئيس نقز رئيس مزل وما نقزه ولا فهم عزيمة هو وما نقزه عينه قاع سفير ما عينه ما خالق راجل كان جنرال كان في الإمارات مازال قاع فيه العدم ما يعيط له يا غير عمر الشياني كان في كان على حرس الرئاسي يعني عمر كان يقولها بازيب مصطلح خاص بنا بلي بازيب فيلق هذا كتيب متيهم هم ما نعرف شنو رتبتهم قد يعود اللواء قد يعود اللواء ما نعرف على كل حال لابد بعد نعود على الأقل يمين من الرجال يعود اللواء المهم على الوقع هو تسليح عادي وحضوره خارج العاصمة عادي هاك سمعت اللي هو اللي عندهم هم النيجر وعمر كان عمر ولا عم يوسف وظهره وهو الدايره ويوسف كيف قلت لك الشهر الماضي هو وبازوم ما هم على الاقل برجل واحد معناه عن بازوم قاع يقدر يعدهم طيحوا يوسف فهمت ماني ناكرها يقدر يعدهم طيحوا بولاد عمهم طيحوا بصنادرته اللي كاتل على الظفار عقابا له على من اللي تعنوا قفل عنه تليفونه والله عنه ما قبله ذاك من الترشك وبازوم ولي إلى عاد قبله أصلا يعود الهم يعود فهم طالع على ظهره بازوم وتم اللام حضره الحكم عدى الخطأ به اللي الشياخة ماتوا قسم هاك سمعت رئيس ما يدون هدو في دولة هي يقولوه البيضان قاع فحلين ما ينهدوا فيه بالوحد شكرا جزيلا لهن جيسو السادة بالتالين في بعض المسابقات وخير تقابل لك ماش تسيب البارد بارد
خارج المسألة يقول إيش تقولها قضية فاقنا هي عندها كانت مدوزة القضية ما هي زينة عنها ما هي زينة عند فاقنا ما نقول لها قاعد أنها مثلا غير بعد في القضية لأنها هي ما هي الطائرة لها قصده هي لا ذاك اللي عاد خالك شي شفت فاقنر فاقنر جزء من السياسة الخارجية الروسية هي عبارة عن اخطبوط منه هو ما خالق دولة كبيرة ما عندها مرتزقة فهمت عيادة تعود معلنة وعيادة تعود ما هي معلنة فرنسا عندها شي قالوا لا ليجيون ها باش كانوا انماط مختلفة هي شو فرنسا عندها لا ليجيون ترانجير ملانة من الأجانب ومنكفر لهم بالجنسية اللي الكتيبة الخارجية هي اللي متخرج منها منادم اللي رئيس اسمها غيني كوناكري اللي يتناكلون الدومبويا وامريكا كانت عندها بلاك ووتر وعاد عندها مسميات اخرى فاقنر هذه روايه سنتات بساندويش راجل يبيع ساندويش قط فايته في حبس وعقبه طعام زيان عند بوتين ولا طرات له فيه تخميمه وركاتي عنده اخطبوط من الشركات لك فهمت دخت بوط من الشركات يقبل دياما ويقبل الليالي جبار كام ويقبل الذهب خالق شي من الذهب مالي عام الاول والله والعام الاول هي عوده 63 كيلو 63 طن بشكل رسمي وازن عندي عن يعود عند عود بقرعتهم فيه ذاك اللي منه رسمي ذاك ما هو رسمي الارقام الخالطه ذيك ما خالط وهم ما يخبطوا على الاخوه وشقلتهم يعدلوها اللابشي يقتشع قيلة من هارات خلقت بارك ولا مسألة مفتعلة ما نعرف ذاك بعيد من التراب اللي أنا فيها غير بينهم هم وبوتين ما نعرف ظاهر ما نعرف ظاهر لأنه لا حالة من أحوال الدول قد يعود فيها نوع من تظهار الله وعلى الضباط خرين والله الشاكية مقصود على كل حال يا غير بعد فاقنر بعد ما إليه تخسر ما إليه تخسر به اللي واقف وراها دولة عظمى عندها القنبلة النووية عنده كبار تراب في العالم ولقط شفت في العصر الحديث حد يسقط الديقة سابق بوتين هو أوكرانيا ما تمدقوا لا تاسد بيتور العصر بالنسبة لي وقال يسقط الديقة معهم به اللي رايق به مدخرة رجع قال لي رجير بعيد من الكنوة حبيبي حبيبي نزوم ولا كامل هي غط والله قام يسابق لي قال لي اللي مثل 70% من اللي خارج الإعلام على المبعيد من أرض الواقع إنه هو مثلا كيفي حكمهم اللي يقفلوا في الشوارع ويحطون بعض قلبي مثلا خارج الشوارع من يقول عملت لك شيء أخاف من هذا هي والله فهم ياسم تسقط الدقيقة إيه وسمعت مولي عليهم يفطن كيف كانت تابعة لهم أصلا كانت مولي عليهم بليدهم هم يخطوها لهم مهامهم يفضلوا هذا بولي قلبي سلوبهم في الدقيقة مختلف شوي هي بيملي يعرفوا عن الرأي العام الأوروبي عنه مهم عنده صور مآسي وذاك النوع في نشرات الأخبار المسائية هي عاسين غير ملي أمريك جات أمريك جات وكان يلود لهم وقاطع لها وفهم فيش في آلة وقتلين وصناعات الحربية وفهم ذيك القصبة مولي ما هي واضحة القصبة الوعد ألمانيا ذاك اللي خلق لها ما هي توضح وانتم شو تفسيركم للنفوذ المتسارع للروسيا في القارة الهلكية القارة روسيا شو هي قالها ماشي تردد في مناسبة قوان من فرنسا مثلا اللي كانت مستعمر تقليدي مناسب مثلا المفروض متسارع روسيا المنطقة روسيا شفت روسيا ما قلت لا ماضيها الإمبريالي ما هو خالي هي ما قد استعمرت حد ومنين تجيك تجلب لك العافية وتنعر عليك وتعطيها شيء من الذهب وتعود انت داخل ضيقة كيف تسنتر أفريك ومالي مالك لا يتابع عنه هو ذا اللي جاك مولي ما هو الجيش الروسي ولا هو الدولة الروسية جايتك لها شريكة فهمتك هو تعرف حد فاهم الرواية كيف باتريس كيف صاحب سانتر أفريك وصاحب غيني كوناك صاحب مالي فهم الرواية وتهو وشيت النصارى مولي الغرب يعدل الغرب زاد هو يسقط الدقيقة هو كان مالي كان يقتل شيوخ القاعدة كل ست أشهر ولا يقتل منهم واحد والله سبعة هو قاعد وكان اللي هامته عود ما له بعد قرشه لك فهم ويقولوا لك على إنه راهم قتلوا واحد في الشهر الفلاني وحانوا تأكدوا وأنت قاعد ما تك رأي عام إذا قاعد ما يوضح لك كانوا حق والله ما هو حق فهم أنا فهم مش من الأمور كانت مشحودة صنادرة مالي قالوا على إن هذا على إنه كافيهم منه تو أنهم كافيين منه وغركات إياها صاعوهم وقالوا لمجلس الأمن يوخال عنهم
هم متكابدين عاد هم نفسهم قاع ابطال. دائما هم اللي يتكلم على الفرنسيه وابنهم مشهور قلت مناجم التعليميه. سمعت الهرجه عنهم قالوا عن الفرنسيه مناجم التعليميه وداروا رياضه مهنيه والله شكل جديد قاعد يقولوهم المناهج الرسميه. اللغه هذا كامل لا من بقايا الامبرياليه. وما تلحد قابل الاستعمار في العالم بين القانون الدولي وعاد كل حد يعرف. طبعا لك عن نماذج تخلق نموذج قاعد تهب ريح مستقبله. مستقبله والله مسوح له. علاش من اتجاهه؟ هي ما يباخل هي ما الجزائر ما تقدر تعديه به اللي دوله زاغره من الشق. تبدا يعني اللي بعد قاعد التمرد على المستعمر التقليدي. ايه هي شوف هو فرنسا ما تخوف ولا تطمع. ما هي ما 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 عندها المال تعود كي الصين تم تسلف لك وتربقك بالدين وتبني لك شي شاطر وهوين وزين. وهي نفسها ثقيله على التراب بها كثره الاجراءات وحريه الصحافه. وهو حد ما يخوف ولا يطمع ما لا يتلب حد. وعاقب ذاك بورساتهم اللي ما تعطي فهمتك باللي تلاميذ قاعد لا وزاره قاعد التعليم العالي عندنا احنا ما تمشي لفرنسا. باللي الدوله الفرنسيه ما تعطيش ما تعطي بورسات. وذا اللي تعدل من الدعم للحكومات اللي يقولوا لهم البيبليكو ديفلوبمان ذاك قاعد معدل هو التزام سياسي داخلي ياكي نعتوا المواطنين عنهم حاضرين الفقراء فضتهم فهمت معناها ما هو قر الا بقيت دور يجيك والله لا يجيك لا بقيت عود منفقع على فرنسا ولا بقيت لا تعود منفقع عليه القضيه قاعد تقول الناس كانت لا فهمتها غير كيف طبقتها مال البطوله وعقب ذاك الماضي الامبريالي تفو به انت تعود اللي انا نعرف عنك كنت أسرق خيراتي وكنت تقتل أجدادي وأنت دولة ما نتكلم عن المواطن الفرنسي نتكلم عن الدولة الفرنسية الدولة الفرنسية فعلا ما هي كلها شر يا غير بعد مولي ذا اللي وحلت فيه حلفائها هذا اللي عندهم هذه المشاكل الأمنية هم بعد ما هو عاجبهم ما هو عاجبهم أنت ما تقدر تعود من الضباط كامل من الدول يرصف ويقمص خلقه عنه ويرشق رايت روسيا وقويتا يوم وهذا ماشي معاه 80 رقاش بطيار ما قاعد تسافر شغل الخارج لابس دراع زين واستقبلوا بوتين هذا لا يدل على ان فم يدل على ان فم نوع من البدائل وعن فم مده خير من مده هذا هو اللي من عدد الاموال اللي عندها المشاكل الداخليه وعندها سيطره تقريبا لا لا ولا ينجم يتراضى وعندها الحركات المسلحه غالبا تسيطر عليهم يتعدل معناها على الناس والله هو شو هو فرنسا قال رئيسها يوم هذا قدام السفراء وقال لهم انتم يلاتكم تتموا عاسين من فيسبوك ولا تقبلوا تتموا تعيبوا فيه هو شاب صغير قال لهم انتم الريزو سوسيو اللي هو شبكات التواصل الاجتماعي مطيحينكم من العين وفعلا فعلا خارجين الرواقيج عندهم ملايين متابعين من افريقيا كي تسمي كيبا وكيف هذه المره اللي كانت تعيب نحن ليلتها هذه قالهاش ناتالي والله ناتاني ذيك ضركاتي ذاك اللي يقولوا على انهم بيدهم عنهم الجابر مع الروس وعنهم يبقوا الروس يقعدوا تقع في مشبار اخر معناها باطل انها لان هو ريزو سوسيو شيطنه خالقه ماده دائما موجوده ان انت تشيطنها لا تتفقد الناس الصين هذه العالم ما عنده بي علاقه وهي تتيفي مع الناس كامل ما قاطن ترشت الحد وشؤون الداخليه وهي ما خالق بيت ما هي مدخله له بضاعه لا امبول والله قلم والله خنط سمعته والله قدح بينما فرنسا لا يجيب لك بوش من المسك حر يا غير واعر ومنين مولي تلحق ليد رجلها عندها الدوء زين وعندها شنو روايات زين يا غير ما تسلف للدول ما هي سلافه حتى تبيع الواقف ما وهي وفي نفس الوقت اللي الاعتماد عليها كسوق ما هو صالح هذه المجتمعات هي ما هي من الاقتصادات الجديده هم قاعد عادوا يسبقون شور الصين شفت الاوروبيين كاملين صادين شور الصين والله ما خلاها اللي فيها في في مش فيها عندها الجودة قطبعد لاحظت فيما وهينا عن مصارطين قلب حبارة من التهديدات اللي قاعدينهم بوتين على مستوى المواطن اللي قاعد عادي اللي ضرب شادين أخبار الحرب وكذا بوتين يدور يقعد أوروبا تحت جدور والأوروبيين ما هم لا يفهموا عنه هو والأمريكيين عن متحموا عليهم ما هو بعد زمن هك سمعته به اللي منطقة اليورو الدور يكثر فيها الفقر ولربما قاعد تخلي فيها هجرة
نحو الجنوب. ذكرك الهجرة نحو الشمال اللي تعقب تنقلب اللي أوروبا عاد وفي الفقراء اللي ما عندهم شيء، فهمت؟ والدولة اللي تضعف أوروبا لا يضر تقع، ما لا تضعف دولة ما ضر العالم به، اللي العالم مترابط. احنا دارك عندنا 100,000 لاجئ من مالي ما عندنا لهم شيء، المجتمع الدولي هو يساعدنا فيه، به اللي به الجيران ما لك ما له تخلق تنظر الدوله. ورانك شفت اللي خلق في لاقى حجم اللجوء المواطنين السودانيين في تشاد زايز عن الغرض عاد. هاك سمعت انا باطع لان العافيه موك وقلت هم اللي ما هي موك، هم اللي دول اوروبيه قاعد ما بينها واضح ان تشعر انها هي شعار على العراق. انا زي ما نقول المانيا دائما تنقل في المهم خلال اقتصادها قوي، اقتصادها قوي ونظامها اللي نظامها فيه الرشاد، فيه الحكام الرشيد في التطبيق الرجلي. والله ما قلت قبل شي ما هو لك فهم المهم ما انفضحت وانحبس. اذا ما قدرت استعرفت مثلا الدول جاي اقتصادها مو تقليدي، اقتصادها قوي غير ما تكون مسيطره على الدول الاخرى دائما. هذيك القضية انطرحت فم في أزمة النمسا، انطرحت عادوا واحدين منهم يقولوا عليهم، هم شفتهم في واحدين فقراء كيف البرتغال وكيف النمسا وكيف اليونان، أساسا اليونان اللي أعطاه ياسر من فضل نهاره عام الأول يقير مولي ماسينهم على أنهم هذا ثمن التضامن وثمن التكامل لابد من يدفعوا، وما في مثلين يتكلموا بلغة واحدة، وذا اللي سرطوا من الحروب ما هم معتاد لا قاعد الحرب العالميه الاولى والثانيه اللي حكم انطلقت من فهم في القاره العجوز مات فيها 50 مليون بني ادم، هذا ترى فيه من الصحب والاتحاد الاوروبي اللي سبقوا ياسر منه الخاسر. في واحد ما هو ما هيش ما هو قات حسيكه في الاخر. انت لان نرجع الموضوع نسال من هذا اللقاء. فهم اسئله للمتابعين حتى انا مسلم عليهم هم وجاهزين بالخير والله مبارك الله متابعينا دائما. تظهر لك علينا القضيه راك علينا دول المنطقه هي. خاصه موضوع المجموعه الاقتصاديه الدول الغربيه راك عاد تتجه مني درا كان بدات تفهم عن امر واقع يلا بدات تحد من التاثيرات والله كان مازالت شفت سيدياو المجموعة الاقتصادية الدول الغرب افريقيا اللي يقولوا لها قاع المشرقة ايكواس، يقولوا هم اللي يكمنهم اللي غانا وناطقين بالانجليزية غانا ونيجيريا، سيدياو داخل ضيقة من الانقلاب به اللي هي ما كانت متوافقة على حصارها المالي وعقب بعد الزشي وهامها غارك تعدى الحصار على النيجر، والنيجر عضو في الوحدة النقدية معناها عنها تعمل سيفا السيدياو هي ومعناها أعلنها واقف عليه الكذب، هي لابد من تغير تكتيكها به التعليق وهذه الإجراءات التعليق العضوية وذا سي أوتوماتيك مفوضية السيدياو اللي يتعدلها غير يا غير لا بد لهم تشد الاخبار مع الضباط قبل ما عندهم اجنده، ولربما قاعد يعودوا يحاسبوها بديمارك يبقوا يعادلوا السيدية والشعوب. وهذا هو اللي عندهم قريب من 39 هيئه تابعه للمفوضيه فيها قاع مكافحه الفساد وفيها مكافحه تبييض الاموال وفيها مكافحه المخدرات وفيها ياسر من الروايات. ظاهر لإعلان السيدياو من نفسها مرتبكة ولا بد من تعدل قمة طارئة متوقعة هذه الأيام للنيجر، ومن دراك كانها لا تستكفى بالإجراءات التقليدية كتعليق العضوية إلى آخره وتعيين مبعوث، هذا طبينا عليه بين كثرة الانقلابات في مزرعة الليلة من التراب. على ذلك الأساس أنا متوقع عن باتريس تالون هذا بما أنه أصلا رجل أعمال عنه يقدر لايه يقدر لها يناظر تناظره السابق يرجع ويقبل عليها صاحب نيجيريا به اللي صاحب نيجيريا مو اللي قاع ما تكل عليه هو مش قائد استخباراته مش قائد جيشه
سنادرتو خلق عليهم حكم الانقلاب به للناس من الشيفرة بيناتهم ميامي من كيلوات من الحدود الله قاعد ألف وفي نفس الوقت مولي عندهم نفس الشعوب ونفس التداخلات وعيد قاعد باطلين تعود عينك على النيجر تشك الناس عينك على النيجيريا اللي كتبتهم واحد ولفظهم واحد وعلى كل حال خارلي مولانا أعلن اللي هامهم قد يعود نوع من قد يعود فيه نوع وتوه من تسيير الأزمة بهم اللي صنادرة لحقوا مرحلة اللا عودة حبسوا الراجل وعدلوا شيء مخالف للدستور ويقيرموا اللي عندهم الورور معناه ما من العقل أنك تجاب هي ما من العقل أنك تجابهم بيلي لا يتخلق الروح هم من أنفاس معدلوا انقلاب ولا يقتلوا حد ولا مات منهم حد أسمعت وبالتالي لا يجيهم أنت تقتل منهم حد والله يقتل منك حد لا يتعود ذاك مشكلة هو تعرف هذا أذكر المبدأ اللي عندنا إحنا من مقاصد الشريعة عن دفع الضرر أو لا من جلب المصلحة مبدأ إنساني وعالمي ما هو إلا عند المسلمين وحده فهمت وبالتالي هم دور عدوا مقاصديين حتى اللي هم يرسدوا بيلي فيها الحذاق وفي رؤساء الدول وهلكم ترى عن قضية أنت تتجهوا تملاس أخبار معهم لا أمر واقع ضرك لا هي يطلبوا منهم عنهم يعطوهم بازهم ولا هي يوخل ولا هي ينقلوا عنه يسكت ولا هي يقبلها يوخل عن النيجر ولا هو دافع ها؟ ما هو دافع هو شرعي ويلو يقال له يسكت هو ما بيوقع لهم استقالته وذاك العناد قاعد يقدر يعد هو سبب حبسه به اللي هو روك كابوري رئيس هي اسمها رئيس بوركينا فاسو اللي بزرنه وقع استقالته وفتصل مع الرواية وقعد فهم ولا اسمه ولا القاه كيتا إبراهيم بابكر كيتا يرحمه عدلها ولا اسمه فهمت هو مازال عنيد فهمت ما فات قبلهم يقد الصفات ريستالون يقبلهم عليه ويقد تعود على كل حال افريقيا محرجة به اللي تكرار السيناريوهات محرج منين عود ما فهم ابداع في الحلول من درايه كان نيجيريا لا يفقعوا السنادر اللي توفر له مأوى وتعدل له حكومة منفى فهمت وتعود له نعريه منين تعود له نعريه يدورهم ويحلبوا رايهم به اللي هي اقوى منهم عنده طيران مقاتل ومليانه من الماء هاك سمعت وفزرهم قاريه فيهم منين تعود سدياو ولا يتعدل لهم هما ذاك العدله اليحيى جامي يقدوا هما لا يفتصلوا ويستسلموا ويصدر عنهم عفو منين تعود سدياو ولا تتكايس اذا كان من متوقف عليهم جي تالون منين يرجع تالون من اليمين اللي هو الرئيس بنه ويرجع ونشوفوا بيانات خارجية نيجيرية لكن بالمنين اللي ينفهموا المنتظم الإقليمي حتى قاع فرنسا تدعم جهود المنتظم الإقليمي كناية عن سيدياو وسيدياو قطعاً على أنا بعد لو كنت في بلده نبحر اللي ينعدش هي مشات رئيس مشات الشيخ صنادرة أكبر دولة فيه روالي شو ديتا ماجور نيجيريا ما هو مدير مدرسة ابتدائي عنده ياسر من آلة وقتلين وفيه ثقة متينة به للبلد اللي فيه معمور لا قطع عاد فيه حد ما شيخ على نيجيريا سمعت ياسر البشار انقرض ياسر البشار ما هو معتاد مية زايدة من الملايين فتبارك الله وبالتالي أنا ما سألهم هم يقدوا نيجيريا قد تحسم الأمر وذاك الله تقول نيجيريا في سدي أول هو اللي يخلق وأنا غارك انخرص لا أبوجا نيامين خرصت ليت لا من أبوجا اللي فيه واضح لي عنهم الصنادرة اللي حقوا مرحلة اللا عودة وعندهم رئيس شرعي مشكرفين هم اللي ما فاتوا طيبوش ما فاتوا طيبوش شيخة مات وعرفوا لا يعطوه المن والدليل على ذلك عن الحرس الرئاسي ما كان حاضر في البيان متلفز وهو اللي حابس الراجل سمعتها أنا فهم من نية تزماك شي وتخليت شي وفهم ذاك الله عدل ما هم وتعرف الانقلابات هذو ثقل اللي فيهم لا عودانهم دائما يعود ما مجمع معهم اللي معدلين عليه يعود ما مجمع معه وذا اللي معدلهم واللي الأكثر فيه يطرال وياسر من التخمام منين يعدل به العيات قاعد يعدل هرقا يعود لو دار من شيخ حد آخر ما هو فهمت شكرا نختار بعض انتاج فرصة وجودكم على سائل من اللقاء تتكلمون شو على الوضع المحلي خصوصا الوضع السياسي لحال انتخابات نعم لنا مع عدم سلعة الشرطة ما هي تشتغل مهتمين
ولا فات ما فات حتى خريطة سياسية على المستوى المعارضة ما فات وضاحت حتى مثل ما بتعرفنا من مترشح ولا ما من مترشح والسيد الرئيس المولي الحالي مش الناس يقولوا له يترشح الموضوع يعني مش الناس يقولوا له زاهد صلاحك ظهر لي عن موريتان عنها الميزان القوى فيها ما هو هاني على الشبيلي يتغير بسعر مبور وريفي العوامل مثلا تأثر فيه ما توفى الحملات الانتخابية على كل حال ما عندنا مولي بيجسمها استطلاعات الآراء نزيهة ينقدون يعتمدوا عليها ومنين تقض على الشارع هو لك الناس حماية ومال للسياسة يعني تتعدل استطلاع الآراء ومنين تقعد ما كي تدخل خيمة ما هو لك فيها حد قاس أمريكا والله اللي يقيس وبالتالي فهم ديك فهم ذاك الزرق فعلا لا يخلق ذا اللي قاعد مترشح له أنا ما تعرفته لا الصم الأغلبية ولا من الموالات نعرف عن المعارضة لين ما تنخرط في ديناميكية ديناميكية موحدة عنها ما هي اللي تشوف شيء ولا اللي خلق لها اللي خلق لها في الزرق الزرق الماضي هاك سمعت ونعرف على انها لين تتحد ضد مرشح الأغلبية وتجبر ضمانات عنها تقد تنجح قد تنجح مثلا بيرام قد يطرح قد يعلن عنه ما تلم ترشح ويقدم اللي يقبل الناس على تدعمه لأنه تمشي معه هو بيرام ما هو بيرام لا حد انه معارض يقير معارضة ملانة من الأطر ملانة من الكوادر فهمت ذاك يا غير هي من نفسها عندها لا 18% ني تعود لا تقبل الرئاسة لا بدها تعود متحدة به اللي طيارها ما هو في صالحية ما عندها المال ولا عندها سلطة ولا قط قبضة الحكم في موريتانيا فهمت؟ احنا دولة ما قط نشحت فينا المعارضة نهائيا ما قطعت عندها أغلبية في البرلمان ولا قط قبضة الرئاسة حالك فهمت ودائما تقول مدعية عنها تداقة ومساسية ليش فهمت؟ ايوه الأغلبية لا أحسى ذراعها على المداقية ولا أحسى ذراعها على القلب يسوى زين ويسوى شين هي دائما تقلب عيال تنقلب شوي في المدن الكبرى قال لا تجلي عنها العين ما هي باقية فيها كي خلق لها في نواذيب وقط خلق لها في نواكشوط مرات وبالتالي ميزان القوى في موريتانيا لو دارهم الحد خلاط فيه عدة مسائل واحدة فيه لقبة وواحدة متخلط مع الولاية وواحدة مولي هاني هون تسع والأغلبية دائما الأغلبية ذاك اللي يتعدل الرئيس تمشي عليه وتو إذا ترشح ليه تنعر عليه كامل بدون قيد وبدون الشرط وليه تشوف شمن البيانات تأييد والمساندة والمبادرات يلهي به اللي صقع الناس السابق فيه اللي قاع في الأسامي بعض ومنين يعود ما هو مترشح لا يخلقوا انشقاقات فيه شيء ذو وزن وفيه شيء لا وزن له وذيك الانشقاقات اللي أنا متوقع لأنها تعود لها في صالح مدني عنده تجربة في الدولة مثلا الناس اللي في الأغلبية لا يتصاوق إلا على ذاك بيلي الأغلبية ما هي إيديولوجيا الأغلبية عبارة عن تكتلات من المصالح الشخصية والجماعية والقروية والاقتصادية فهمت إيه وتو الإنصاف اللي منين ينجح برام لا يعود عنده حزب حاكم وتو قد ما يحرك شنبلو وقد يخليه بحالته بيلي الانصاف اللي هو حزب الشعب هيك سمعت بيك الساعة زمن المختار يرحمه بالتالي ظاهر لي علن ميزان القوى لا ذهو تزري واضح أهم معارضة ما قد قلبت في الانتخابات ولا هي على قلب رجل واحد وفهم أغلبية مولي ما هي مزينة الشرك وفي نفس الوقت مولي ما هي واضحة في ولائها بها اللي تطعز الحزب الحاكم وتقول عنها معدلت على أخلاق الرئيس سمعت ذاك وفهم رئيس وزراء ما حرك مبلو وقال على حد كان ما يمشي معهم عنه دور الشوف ذا وبالتالي لا حانوا لين نعرفه الشهر الجايين اللي هي خلق من هوك شنو اللي يخلق من هوك شنو
برك أنا أعطيك كلمة أخيرة تبغوا تعقبوا لي هذا الحديث. ألا لا نقول لأني شاكركم عنكم عيطوا لي على أخبار النيجر. تبارك الله الحديث والشجون. أنا جازيكم بالخير على هذه الثقة اللي دائرين فيا وإني لا منين تعيطوا لي ندور نجيكم. جزاك الله. إن شاء الله. نحن نجد شكرنا لك والشكر مجدد للمتابعين وسط المباشرة الحسانية. في نهاية هذا الحديث أستودعكم الله.